السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنحاول نجاوب على أغرب سؤال ممكن تتعرض له. Can humans reproduce vegetatively؟ هل يمكن للإنسان أن يتكاثر خضريا؟ The answer is to your surprise, yes. فعلا ممكن الإنسان يتكاثر خضريا. النهاردة هنحاول نثبت هذا الكلام، وأنا بطلب من حضراتكم أن كنتوا تدخلوا هذا السؤال على آلة البحث جوجل، وشوفوا الردود اللي هتجيلك من كل دول العالم ومن كافة علماء البيولوجي. هينفوا تماما أن الإنسان ممكن يتكاثر خضريا. احنا النهاردة هنثبت لكم ان احنا مختلفين في وجهة نظرنا عنهم، وهنثبت ان الانسان بيتكاثر خضريا منذ ايام ادم عليه السلام. خلينا نبدأ القصة من اولها. كلمة التكاثر اللي هي بالانجليزي بيسموها reproduction معناها ايه؟ هي مكونة من مقطعين، production اللي هو الانتاج، وري يعني again اللي هو المقطع الاولاني، بمعنى ان اعادة انتاج النوع. فكل نوع بيتكاثر، كل نوع من الكائنات الحية بيتكاثر، بيعيد انتاج نفسه، فبيسموا العملية reproduction. يبقى اذا الreproduction هي زيادة العدد، بمعنى ان لو عندك فرد هيبقى فردين يبقى ده تكاثر، لو عندك اتنين هيبقوا تلاتة، وهكذا. يعني في زيادة في العدد. الانسان انا وانت واي انسان، اي واحد فينا ليه بابا وليه ماما. لا يمكن نتصور ان واحد يجي كده وما يبقالهوش يبقى له بابا بس او ماما بس، لازم يبقى له الاتنين. وبالتالي احنا كلنا ناتج تكاثر جنسي. هذه هي القاعدة الأساسية. احنا النهاردة هنكسر هذا المبدأ، وحنشوف ان الانسان ممكن يتكاثر خضريا زيه زي البطاطساية بالظبط. انتوا عارفين الـ 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 القاعدة دي بتاعت التكاثر الجنسي في الانسان، كان كسرها ايان ويلموت العالم البريطاني العفريت ده، اللي في سنة 1996 فاجئ العالم كله بإمكانية إنتاج دولي، النعجة دولي، أنتجها من أم وليس لها أب. خد خلية أدلت سيل، خلية بالغة من نعجة، النعجة اللي هي بيسموها يو، هي بتتكتب اي دبليو اي ولكنها تنطق يو، يعني زي بالظبط قريبه قوي من كلمه يو، يو ار كذا، انت فلان. فيو اللي هي الفيميل بتاعت الشيب بتاعت الاغنام، فجاب النعجه واحده من الفيميلز من الاناث بتاعت الخرفان، وخد خليه ادلت سيل وعمل منها نسخة مطابقة سماها دولي. هو طبعا التكنولوجي ان هو تدخل في ايان ويلموت اللي هو العالم اللي موجود في معهد روزلين انستيتيوت في اسكتلندا في بريطانيا، واستطاع ان يعمل العملية دي. فلولا تدخل الانسان هنا ما كانش الدولي هتتكون. التكنولوجي اكثر تعقيدا من مجرد اخذ خلية. انا مألف عليه كتاب كامل على كلونينج اللي هو الاستنساخ بتاع دولي. فأنا اللي يحب يعني يرجع لهذا الكتاب هيقرأ اكتر عن تفاصيله، انما هو ليس موضوع الموضوع بتاعنا النهارده. احنا بنتكلم على التكاثر اللاجنسي اللي هو الخضري في الانسان تحت الظروف الطبيعية. انا في احدى المحاضرات العامة اللي انا اعطيتها واعطيتها على الكلونينج الاستنساخ، وفاجئت الاودينس بان انا ابلغتهم بان واحدة من قرايبي تكاثرت خضريا.
زيها زي البطاطس بالظبط. انتوا عارفين البطاطس بتتكسر ازاي، بجيب درن البطاطس واقطعها 4/4 مثلا، وكل ربع ازرعه يديني نبات متطابق مع الثلاثة التانيين، ومتطابقين الاربعة مع الاصل مع النبات اللي جات منه الدرنة. هذا هو التكاثر الخضري، ان انا اخد منك جزء وانتج منه فرد مطابق ليك بالظبط. فهيبقى عامل زي ما يكون باخد شهادة البكالوريوس بتاعتك واحطها في مكان التصوير واعمل منها عدة نسخ، النسخ كلها متطابقة مع بعضها ومتطابقة مع الاصل اللي هي شهادة البكالوريوس. المجموع من النسخ اللي هتتكون بيسموها كلون، كلون يعني افراد متطابقة. طبعا في البيولوجيا هتبقى افراد متطابقة وراثيا، كلهم ديسندد او نازلين من نسخة واحدة يعني فرد واحد، بطريقة غير التكاثر الجنسي اللي هو التكاثر الخضري اللي يضمن ان احنا هنحصل على نفس النسخ اللي بيسموها تروتوتايب. تروتوتايب يعني مطابقة للاصل بالظبط. طبعا هذه العملية يا ريت كانت تبقى سهلة في الإنسان، لأن أنا لو لقيت شخص مثلا ظريف، رجل متدين، أخلاقه عالية، متفوق دراسيا، يعني رياضي، رغم أن كل هذه صفات مكتسبة، إنما هنتصور أن في شخص مثالي في كل شيء وعايز أكتر منه. لو امكن ان انا هتعامل معاه زي النباتات اللي هي بتتكاثر خضري، ان انا هقطع حته من ودنه واروح جاي مكبرها يقوم يديني فرد تاني شبهه بالظبط. هذه هي العمليه اللي هو ما بيخشش فيها تكاثر جنسي، يعني ما فيش اب وما فيش ام، هو فرد واحد وباخد منه حته وبعمل منها فرد تاني نسخه مطابقه ليه بالظبط. فإحنا النهاردة إن شاء الله هنثبت إن التكاثر الخضري موجود في الإنسان. طبعا في النباتات التكاثر الخضري موجود ومشهور، يعني عندنا يعني كلنا عارفينه. لو رحت مثلا تزور صديقك وماشيين في الجنينة في البيت بتاعه ولقيت شجرة جوافة ورحت واخد جوافاية واكلها، لقيت طعمها جميل وريحتها حلوة، تقول والله ده أنا عايز أزرع شجرة زي دي في الحديقة بتاعتي. ممكن بعد ما تاكل الثمرة تخلي شوية البذور اللي فضلت في الثمرة من الثمرة وتروح البيت تزرعها في الحديقة بتاعتك، تدي لك نبات شجرة، الشجرة تكبر بعد كام سنة وتطلع لك ثمار، تيجي تدوق الثمرة تلاقيها مسخة جدا ومختلفة تماما عن الثمرة اللي انت كلتها عند صديقك. طبعا لانك انت في الواقع اللي انت زرعته هي العيال بتاعت الجوافة، لان السيدز دي او البذور ما هي الا الاطفال بتاعت النبات. ولذلك حتى في السعودية احيانا لما يجي يسألك على الاولاد يقول لك ازاي الاولاد، يقول لك ازاي البذورة، البذورة على اساس ان البذور دي هي الاطفال. ولذلك انت الصبح لما تاكل فول انت في الواقع بتاكل عيال الفول، ما بتاكلش نبات الفول. هذه البذور ما فيش بذرة شبه التانية، ما فيش عيل شبه التاني. يعني انت لو جبت راجل وست وجوزتهم وخلتهم يخلفوا كل سنة يجيب لك عيل، بعد 300 سنة هيبقى عندك 300 عيل، استحالة هتلاقي عيل شبه التاني ابدا. بص لاخواتك كده هتلاقي فيه واحد طويل، واحد قصير، واحد تخين، واحد رفيع، واحد شعره ناعم، واحد شعره خشن. الاطفال بتختلف عن الاباء، يعني هي بتبقى واخده شويه صفات من الاب ومن الام، ولكن التوليفه مختلفه تماما عن الاب وعن الام، وقد تظهر صفات جديده لا هي موجوده في الاب ولا هي موجوده في الام، لانها كانت موجوده في الاثنين على شكل متنحي ريسيسيف، ولما تقابلت مع بعضيها في العيل الجديد فبقت ظهرت الصفة. يعني بالإضافة إلى حدوث ميوتيشنز، طفرات أثناء عملية الانتاج الحيوانات المنوية والبويضات وأثناء عملية الانقسام بتاع خلايا الزيجوت بعد الإخصاب، يعني هناك أسباب للتغير بعد في الفرد الجديد اللي ناتج من التكاثر الجنسي. ولذلك التكاثر الجنسي اللي بيسموه سيكشوال ريبرودكشن، هذا تكاثر يؤدي إلى الفاريشن،
الى التباين علشان يدينا فاريشن كبير ويبقى في بايو دايفرستي، تباين حيوي كبير. انما التكاثر الخضري تكاثر بيضمن بقاء الصفات الوراثيه ايدنتيكال للاصل، ولذلك يقول لك هي تروتو تايب، بحيث انك انت لما تجيب الاصل وتكسره خضريا يديك افراد كتيره كل فرد مطابق لمين؟ للاصل. الحاله دي موجوده في البطاطس زي ما شفنا، ممكن موجوده في الموز، تبقى موجوده مثلا في القصب، يعني عندي عود قصب اقطعه الحتت يبقى كل حته عقله، ازرع العقل دي كل عقله تطلع لي نبات مطابق لبعض، متطابقين مع بعضهم ومتطابقين مع نبات القصب الاصلي اللي انا خدته في الاول وقطعت منه العقل. هذا تكاثر خضري بيضمن ان النوع او النواتج بتبقى تروتوتايب، يعني مطابقه للاصل يعني. طبعا الراجل اللي هو راح زار صديقه في بيته وخد الجوافاية، هو غلط في ان خد البذور العيال وزرعها، فطلع العيل مش زي ابوه او مش زي امه اللي خد منها الثمرة. يا ريته كان خد فرع، وانت عارف المزارعين عارفين التكنيك ده، بيعملوه بالترقيد، يرقد الفرع ويروح قطعه من الام وياخد الفرع يزرعه عنده في بيته، يديله شجره مطابقه بالظبط كانها صوره فوتوكوبي من شهاده البكالوريوس، يبقى هيديلك شجره مطابقه للشجره اللي عند صديقه، لان التكاثر هنا تكاثر خضري. في المملكه الحيوانيه اللي بيتبعها الانسان التكاثر الخضري مش مشهور، الفيجيتيف ريبرودكشن او ساعات ينطقوها فيجيتيف ريبرودكشن، الفيجيتيف ريبرودكشن مش مشهور في المملكة الحيوانية الانيمال كينجدوم الا في بعض الحالات النادرة، زي بعض انواع الشاركس اللي هي اسماك القرش والريبتايلز اللي هي الزواحف، دي ممكن تتكاثر خضريا، انما كقاعدة عامة التكاثر الخضري غير موجود في المملكة الحيوانية ان جنرال. يعني حالات التكاثر الخضري اللي هو لم يحدث نتيجة تكاثر جنسي، يعني اللي هي مذكورة في الهيستوري في التاريخ، حالات محدودة واعتبرت معجزات، بداية من سيدنا آدم. آدم مثل دي حالة لا ليها أب ولا ليها أم، وبالتالي كان لازم يبقى يعمل هذا الخلق يبقى إله، وعشان كده آدم معجزة، معجزة خلق. إيف اللي هي حواء، حواء طلعت من آدم، فالمفروض دي ليها أب ملهاش أم، دي الحالة التانية، رغم ان آدم مش ابوها على فكرة. لو انت بصيت لها كده من الناحية البيولوجية، اذا كان اتخذت يعني خلية من خلايا سيدنا آدم، ربنا عمل منها حواء واخرجها من ضلعه، انما او من جنبه، هذه الخلية هتخلي حواء أخت آدم مش بنته. الحتة دي مهمة جدا، هو بس كل ما في الأمر إن الخلية اتخذت وهو آدم كبير، إنما لو كان آدم جنين في بطن أم مثلا كان، وبعدين شوية خلايا منه انفصلت وعملت يعني فرد آخر، كان هيطلع ذكر زيه بالظبط، لأنه هو هيبقى نسخة متطابقة مع النسختين، يعني متطابقين مع بعضهم. فلو آدم كان كون حواء في مرحلته الجنينية المبدئية اللي هو ما مرش بيها، لأن آدم اتخلق كأدلت كشخص بالغ بقدرة ربنا، ولذلك هي معجزة. إنما لو كان حصل إن حواء طلعت منه، فهتعتبر هي أخ لآدم بس طلع متأخر بعد ما وصل لحالة البلوغ يعني. فيبقى إذن آدم دي حالة، حواء حالة تانية، الحالة التالتة جيسوس بيس بي أبون هيم اللي هو يعني عليه السلام سيدنا عيسى. عيسى ليه أم ملهوش أب، هي دي الحالات اللي هم التلاتة اللي هم مشهورين في التاريخ يعني، وكانت إعجازات. غير هذا لا يمكن تحصل على فرد إلا إذا كان إنسان يعني، إلا إذا كان لي أب ولي أم ويحدث التكاثر الجنسي. في التكاثر الجنسي أنا وإنت وأي واحد آخر نتج إزاي؟ نتج لما ربنا قرر إن يبقى في فرد جديد اللي هو أنا أو إنت، كل واحد فينا لي أب ولي أم. السلايد اللي قدامكم دي بتوضح
القصة، الأب عطى نص خلية سميناها السبيرم، الحيوان المنوي على الشمال هو لونه أزرق وليه ديل طويل، دي نص خلية. الأم عطت نص خلية تانية سموها الأوفم أو الإج اللي هي البيضة، والحيوان المنوي اندمج مع الأوفم وعمل خلية واحدة، والعملية دي بيسموها الفيرتلايزيشن أو الإخصاب. فيبقى الحيوان المنوي بيخصب البيضة وتتحول البيضة إلى fertilized egg، يعني بيضة مخصبة اللي احنا بتسميها الزيجوت. الزيجوت هي الخلية الأولانية في بداية فرد جديد. هذه الخلية بتبدأ تنقسم بقى، يبقى كل تلت ساعة تنقسم مرة، سريعة جدا في الانقسام. فانت بيبقى عندك زي السلايد اللي باينة قدامك دي، عندك خلية واحدة الاولانية فوق اهي الزيجوت بتنقسم بالميتوسس، وانا بنطق ميتوسس ما بقولش عليها ميتوزس، لان معظم الناس بينطقوها ميتوزس وبيكتبوها انقسام ميتوزي بالعربي، هي المفروض تبقى انقسام ميتوسي وتبقى النطق بتاعها ميتوسس. فاللي هو الانقسام اللي بيضمن ان لو عندك خلية وانقسمت بالميتوسس تدي لك خليتين، والخليتين ايدنتيكال لبعضهم كأنهم بالضبط، كأن الزيجوت ده شهادة البكالوريوس اللي قلت لك عليها وحطيتها في مكنة التصوير وطبعت منها نسختين، فالنسختين هيبقوا ايدنتيكال لبعضهم وهتبقى ايدنتيكال لمين؟ للأصل اللي هي الزيجوت نفسها. فهيدي لك خلية، الخليتين بعد شوية كل واحدة منهم هتنقسم تديك خليتين، يبقى هيبقى الاثنين هيبقوا أربعة، والأربعة هينقسموا هيبقى 8 16 32، وانت ماشي كده exponential increase، زيادة أسية متوالية هندسية، هتدي لك كتلة رهيبة من الخلايا كلها undifferentiated غير متفرقة، كل خلية شبه التانية، مفيش أي difference، مفيش differentiation، مفيش اختلاف، مفيش تفرق بينها، كلهم ايدنتيكال. ولذلك بيظهر شكل الكتلة عامل بالظبط زي التوتة اللي احنا بناكلوها دي، التوتة او الفراولاية البيضة. فتلاقي التوتة دي هي دي اللي طبعا بتاخد مراحل مختلفة، بيعرفوها بتوع الامبريولوجي علم الاجنة اللي هو المرولة، وبعد كده تبقى البلاستوسيست وانت ماشي. احنا مش هنخش في تفاصيل الامبريولوجي لان مش حوارنا النهاردة، انما المهم ان بعد ما بتنقسم الزيجوت الى خليتين ممكن كل خلية تنفصل لوحديها وتتصرف كما لو كانت زيجوت مستقل، فهتنقسم تدي لك كتلتين من الخلايا اللي احنا قلنا عليها شبه التوتاية دي. طبعا الخلايا اللي بتنقسم وتدي لك توتة او كتلة undifferentiated non-specialized أو unspecialized غير متخصصة، لم يصبح بعد فيها خلية كبد ولا خلية بنكرياس ولا خلية عصبية ولا أي حاجة، كلهم identical زي ما يكون عيال في الحضانة لسه صغيرين لسه ما تخصصوش، ما بقاش المحامي محامي والصيدلي صيدلي والمهندس مهندس والطبيب طبيب، لا 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 لا، ده كل دول ما زالوا embryonic خلايا جنينية، كتلة بعد شوية الكتلة دي يطلع من دماغ ورجلين ودراعات ويحصل ما يسمى بالديفلوبمنت التطور، يبدأ بقى ايه التكشف، يبدأ بقى الجنين يتكون. طبعا الكلام ده بيحصل في رحم الام وبيتكون الجنين. لما الزيجوت بيبدأ بالانقسام زي ما انت شايف كده على الشاشة قدامك ويدي لك خليتين، كل خلية تنفصل، فكل خلية تسلك كما لو كانت زيجوت زي ما قلنا وتدي لك كتلتين بدل ما تدي لك كتلة واحدة، وبالتالي هيترتب على ذلك تكوين جنينين. كل جنين اللي هو بيسموه الفيتس، فيتس يعني الجنين لما يكون داخل الرحم في العمر الاول، يعني القريب من الحمل، يعني العيلين في الحالة دي هيبقى نسخة متطابقة من بعضيهم. وليه؟ لان الاتنين اصلهم زيجوت واحد، كان المفروض الزيجوت الواحد ده ينقسم ويدي لك كتلة ويديك جنين واحد، انما هنا هو انفصلت يعني خليتين وكل خلية سلكت مستقلة وعملت جنين مستقل، ولذلك الاتنين دول يعتبروا توائم، بس توائم من نوع معين،
بيسموهم الايدنتيكال توينز، التوائم المتطابقه، وبيسموهم زي ما انت شايف كده على الشاشه مونوزايجوتيك توينز، يعني توينز توائم ليها اصل زيجوت واحد، مونو يعني واحد، مونوزايجوتيك توينز. طبعا انت لو تبص كده ترجع شويه لورا السلايد السابقه، احنا شفنا التكاثر الجنسي انتهى بعد عمليه الاخصاب، انتهينا مفيش بقى خلاص، انتهى موضوع العمليات الجنسيه، يعني الحيوان المنوي مجرد ما يخصب البويضه ويتكون الزيجوت انت عندك فرد جديد، مفيش خلاص انتهى التكاثر الجنسي. اي تكاثر بعد هذه الخطوه هيبقى لا جنسي، هيبقى تكاثر خضري، فيجيتيف ريبرودكشن او اسيكشوال ريبرودكشن، تكاثر لا جنسي. ولذلك الرياكشن الشكل اللي قدامك دلوقتي على السلايد، انت عندك زايجوت انقسم ميتوسيس، تكاثر لا جنسي. خلي بالك التكاثر اللاجنسي ده عطالك خليتين، كل خليه هتنفصل لوحدها، يبقى ده تضاعف لاجنسي ادى الى تكوين جنينين، والجنينين يعتبروا في هذه الحاله ناتج تكاثر خضري، فيجيتاتيف ريبرودكشن. خلي بالك في اعجاز في الـ في الـ في العمليه دي، انا عايزك تبص كده الزيجوت لما قلنا عليه سنجل سيل خليه واحده ابتدت تنقسم تديك خليتين، وبالميتوسيس اللي هو ايه بيحافظ على ان احنا بنحفظ الطلبه بتوعنا الكلام ده، بنقول له ان الميتوسيس هو الانقسام اللي بيؤدي لتكوين خليتين من خليه واحده، والخليتين متطابقين مع بعضهم البعض ومتطابقين مع الارض. إذا كان هذا هو التعريف وهذه هي المفاهيم، يبقى معنى ذلك أن خلية الزيجوت لما تنقسم وتدي لك الكتلة الكبيرة اللي سميناها اللي هي المرولا وبعديها البلاستوسيست وانت ماشي، وبعدين كان المفروض كل خلايا الناتجة من الانقسام بتاع الزيجوت كلها ايدنتيكال متطابقة، فكان المفروض لما العيل يتكشف منها يبقى كل العيل كبد او كله بنكرياس او كله جهاز عصبي، يعني المهم يبقى نوع واحد من الخلايا، انما حصل هناك ديفرنشيشن، تفرق وتخصص، سبيشاليزيشن، وهذه من اعقد علوم البيولوجي، احنا بندرس بعض الكورسات الخاصة بها، وما زالت الكثير من المعارف غير معروفة، وبالتالي وما اوتيت من العلم الا قليلا. يعني على اي الاحوال بننتهي في الاخر زي ما انت شفت كده بنسختين متطابقتين ناتج تكاثر خضري، وبنسميهم الايدنتيكال توينز. كلكم شفتوا الايدنتيكال توينز، ما حدش لفت نظره ان هذه ناتج عمليه تكاثر خضري وليس تكاثر جنسي. التكاثر الجنسي انتهى بعد ما وصلنا لمرحله الزيجوت وبقى عندنا فرد جديد، خلاص هذا الفرد الجديد هو اللي طلع منه نسختين. يبقى اذا الكتلة اللي نتجت من انقسام الزيجوت هي في الواقع يعني تم التعامل معها كما لو كانت بطاطساية، يعني انا لو خدت هذه الكتلة وقطعتها اربع تربع وخليت كل ربع لوحده وحطيتها تاني في رحم الام هيديني اربع عيال، كأنها بطاطساية بالظبط بقطعها اربع تربع. على فكرة الكلام ده مش خيال علمي، ده حصل، بس القوانين بقى بتمنع البحوث في هذا او التجارب في هذا الاتجاه، لان دي في اخلاقيات المهنة بتمنع وبتنظم العمل داخل مثل هذه المجالات الخطيرة اللي ممكن يبقى ليها تأثير اجتماعي بعيد المدى يعني وغير معروف مدى يعني، إنما ممكن نعملها في الأبقار وفي الجاموس مثلا زي ما هنشوف بعد شوية. أنا هأجل موضوع استعمال هذا التكنيك في إكسار الحيوانات.
فزي ما انت شايف كده العيلين لما بيطلعوا بيطلعوا ايدنتيكال. دي المرحله الصغيره قوي. الصوره اللي بعديها باين فيها العيال بعد ما كبروا شويه. شوف الاثنين تقول نسخه بالظبط كانها فوتو كوبيز متصورين مع بعض. لما يكبروا شويه ويوصلوا لثلاث سنين او كذلك بص المنظر عامل ازاي، ما تعرفش تفرق لدرجه ان الاب والام ما يقدروش يفرقوا الاثنين دول عن بعض، احيانا بيتلخبطوا. ولذلك ساعات يلبسوهم هدوم مختلفة عشان يعرفوهم، لما ينادوهم يجولهم يعرفوا ده مين من مين. لو بصينا بقى لما يكبروا شوية يروحوا بقى الحضانة أو المدرسة يبقى بالمنظر ده. طبعا التكاثر الخضري بالطريقة دي اللي هم الايدنتيكال توينز اللي هم التوائم، بيسموها بالعربي التوائم الصنوية، صنوية اللي هي ايدنتيكال لبعضهم بالظبط. فلو ممكن إذا كان الزيجوت كان ربنا قدر ان هو يكون ولد، يعني تركيبه الوراثي اكس واي زي ما كلكم عارفين، يبقى هيبقى العيلين الاثنين ميل ايدنتيكال ميل توين زي اللي باينين قدامكم على الشمال اهم. ولو كانت الزيجوت دي كان ربنا هيقدر انها هتبقى بنت، يعني التركيب الكروموسومي بتاعها بتاع كروموسومات الجنس اكس اكس، يبقى كانت هتطلع بنت. يبقى اذا النسختين اللي هيتكونوا الايدنتيكال توينز هيبقوا بنات. ولذلك زي ما انت شايف كده على الناحية اليمين دي ايدنتيكال فيميل توين. اللي عايز اقوله لك ان لما يتولد ايدنتيكال توينز لازم يبقوا الاثنين ايدنتيكال لبعضهم في الجنس، زي ما هم ايدنتيكال في الجنس ايدنتيكال في كل الصفات الشكلية اللي احنا بنسميها الفينوتايب زي ما حضراتكم عارفين. يعني لما يكبروا بقى ويبقوا بالغين ادلت زي الصورة الظريفة اللي قدامنا دي، حد بقى يفرق لي بذمة النبي كده بين واحد من التاني؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك في عندك مشكلة اجتماعية هنا، لان لو واحد فيهم ارتكب جريمة مثلا ممكن يقبضوا على التاني ويتحبس ظلما وعدوانا بفرض ان اللي ارتكب الجريمه راح واخد بعضه ومسافر اختفى في استراليا او في الغابات الممطره، مش هيلاقوا قدامهم غير التاني. طب هيميزوا الاتنين ازاي عن بعض؟ وجدوا سبحان الله ان رغم الايدنتيكال توينز ايدنتيكال في كل حاجه، متطابقين في كل حاجه في الشكل والفسيولوجي والاناتومي التشريح وكله كله كله، انما لقوا الفينجر برينتس بتاعتهم مختلفه. صدق او لا تصدق، فلو عملت فينجر برينتنج، انت عارفين الفيش وتشبيه اللي بيعملوه في البوليس، لو راحوا عملوا فيش وتشبيه كل واحد هيبقى الفينجر برينت اللي هو بصمة الأصابع مختلفة في الاثنين، وده شيء أغرب من الخيال. رغم ان الجينيتك ميك اب بتاعهم ايدنتيكال، يعني التركيب الوراثي بتاعهم ايدنتيكال ومونوزايجوتيك. مونوزايجوتيك يعني كانوا هيطلعوا فرد واحد فانقسموا بقى فردين، فهم نفس الشخص، وده حاجة غريبة جدا. ولذلك قال لك ايه بقى؟ قال لك ان ربنا لما يعني قرر ان هم يبقوا اتنين ايدنتيكال توينز، قال لك لابد ان يبقى في وسيله للتفريق بينهم، ففرقهم بالفينجر برينت. لقوا ان الايدنتيكال توينز بيختلفوا في الفينجر برينتس زي ما انت شايف قدامك كده، لان الفينجر برينتس لا تتحكم فيها العوامل الوراثيه فقط، بل تتحكم فيها الظروف البيئيه داخل الرحم. ولذلك لازم التو فينجر برينتس بتوع العيلين يختلفوا عن بعض. طبعا مين هي الظروف البيئيه بتاعت الانتريوتراين انفايرمنت اللي هي الظروف اللي داخل الرحم؟ ممكن تبقى التغذيه نيوتريشن، ممكن يبقى البلاد بريشر بتاع الام، وبالتالي البلاد بريشر بتاع الـ وممكن البلاد بريشر بتاع العيل نفسه في السيركيلاتري سيستم او الجهاز الدوري بتاعه. ممكن يكون وضع العيل داخل الرحم، مكان وجوده ممكن يأثر على الديفلوبمنت او التكشف بتاع الفينجر برينتس. دي كل دي بحوث، نتيجة بحوث، ده مش كلام مرسل. ممكن يكون نتيجة مثلا اختلاف معدل نمو الاصابع بيؤدي الى اختلاف، طبعا نتيجة يعني فيزيكال كونفاينمنت، او يعني نتيجة ان طبعا كل عيل بيبقى متعرض للضغوط داخل الرحم مختلف عن التاني بسبب وضعه في الرحم يمين ولا شمال فوق ولا تحت.
في حد واحد قاعد على التاني. كل دي عوامل بتأثر على الديفلوبمنت بتاع الفينجر برينتس، هكذا أثبتت البحوث. وبالتالي ربنا لما قال في سورة القيامة الآية 1-4 قال لك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شوف عظمة القرآن وإعجازه، إن يعني أشار لتسوية البنان بتاع الإنسان، لأن هي الصفة التي تكون تكاد تكون وحيدة الذي تميز أي فرد عن الآخر منذ خلق آدم، يعني من أيام سيدنا آدم لغاية النهاردة ما فيش اتنين تشابهوا في الفينجر برينتس أبدا أو تطابقوا يعني. فدي طبعا إعجاز. يعني علينا ان احنا لما نتكلم عن الايدنتيكال توينز ان احنا نفرق بين توينز تانيين. يعني ساعات واحد يخلف واحدة تخلف عيلين بيبقوا يا اما ولدين يا اما بنتين زي ما قلنا، لازم يبقوا نفس الجنس وبيبقوا ايدنتيكال في الشكل، يتلخبطوا الناس بينهم، دي بيبقى تعتبر ايدنتيكال توينز وبيبقى ناتجين من زيجوت واحد، مونوزايجوتيك توين زي ما قلنا. انما في نوع تاني ممكن ست تخلف، تخلف ولد وبنت والاثنين في نفس الحمل يعني، وتولدهم مع بعض بس يبقوا الاثنين اخوات ولد وبنت، دول هيبقوا كانهم اثنين اخوات طبيعيين، بس بدل ما ينزلوا بفتره زمنيه بينهم وبين بعض سنه مثلا، لا اتولدوا مع بعض، يبقى كل واحد فيهم هو كان ليه حيوان منوي وبويضة مستقلة وتم الإخصاب وتكون زيجوت للولد، والبنت تعمل لها نفس القصة، كان في حيوان منوي مختلف وبويضة مختلفة واندمجت وعملت زيجوت، فهيبقى عندك تو زيجوتس مش سنجل زيجوت، تو زيجوتس، والتو زيجوتس بالمنظر ده كل واحد هيديفلوب كأنه بالظبط عيل مختلف اتولد في أوقات مختلفة، بس حدث بالصدفة ان تم إخصاب بويضتين بحيوانين منويين، واحد حيوان منوي مذكر يحمل الكروموسوم واي والتاني حيوان منوي بيحمل الكروموسوم اكس. لما الحيوان المنوي اللي بيحمل كروموسوم واي اخصب البويضه اللي هي دايما بتحمل كروموسوم اكس، بقى تركيب البويضه بقى تركيب الزيجوت اكس واي وهيدي لك ولد. اما لو الحيوان المنوي اللي بيحمل كروموسوم اكس اخصب البويضه اللي هي دايما بتحمل كروموسوم اكس، فهيتكون زيجوت تركيبه الوراثي بالنسبه للجنس هيبقى اكس اكس وهتطلع بنت. وبالتالي هذه التوائم اللي هي بتبقى مختلفة خالص بيبقى بيسموها دايزايجوتيك، دايزايجوتيك يعني ذات زيجوتين مختلفين، بيسموهم الفراترنال توينز اللي هي التوائم الأخوية لأنهم الاثنين إخوات بعض طبيعي. طيب تعالوا بقى ايه بقى، انا بس حبيت يعني ايه افرق علشان الناس ما تتلخبطش بين الايدنتيكال توينز والفراترنال توينز اللي هم شرحناها من شويه. بالنسبه بقى طيب يعني طب هل ممكن يتولد ثلاث توائم ويبقى جايين من زيجوت واحد؟ ده ممكن ببساطة شديدة. بصوا السلايد اللي قدامكم دي، هي انت عندك الخلية الاولانية اللي هي الزيجوت، بعد ما تنقسم تديك خليتين، بعد الخليتين تنقسم تديك اربعة، ممكن الاربعة دي شوية ينفصلوا يعمل لك ثلاث كتل، بعد شوية تبص تلاقي عندك ثلاث كتل من الخلايا، كل كتلة هتديفلوب وتدي لك عيل. التلات عيال دول يعتبروا تريبلت مش توين، توين يعني اتنين، جاية من زي تو زي كلمة تو اتنين توين، اما هنا تريبلت، يبقى عندك تلات اطفال والتلاتة ايدنتيكال في الشكل وفي اللون وفي الطول وفي كل الصفات الشكلية، بالاضافة رغم ان هم طبعا بسبب مش رغم بسبب ان هم التلاتة جايين من زيجوت واحد، وبالتالي ممكن نسميهم مونوزايجوتيك تريبلتس زي ما انت شايف كده. وعندنا مثال حي على فكرة لتلات حالات، تلات بنات زرافة هم ايدنتيكال تريبلتس باينين قدامكم على الشاشة. الجدع يميز لي بين
مين من مين، لو الثلاثة طلعوا بره الأوضة ودخل عليك واحدة منهم تقول لي مين دي وأنه واحدة في الثلاثة، استحالة استحالة. الإنسان بالمنظر ده نظريا ممكن بقى إيه، أخد أخلي الزيجوت تنقسم تدي خليتين 4-8 وأخد التوتة دي وأخدها عندي على البنش في المعمل في طبق بيتري بيتري بليت، وأحطها وأقطعها بسكينة كأنها بطاطساية، فهتكون لي كتل مختلفة زي الصورة اللي قدامك دي. أنت عندك زيجوت فوق أهو يديك خليتين والخليتين يديك 4 وهكذا لغايه ما يكون لك كتله كبيره. الكتله الكبيره ممكن تفصل منها كتل مختلفه، ممكن يبقوا 8 مثلا زي الحاله اللي قدامك دي. الـ8 لما يديفلوب منهم الجنين هيدوني 8 اجنه، والثمان اجنه جايين من زيجوت واحد. الله، ده هيبقى اسمهم مونوزيجوتيك اوكتيوبليت. اوكتيوبليت اللي هو ايه، اللي هم التوائم الـ8 طبعا كلهم ايدنتيكال لبعضهم، ومونوزايجوتيك جايين من زيجوت واحد. ده تكاثر كانه بطاطسايه بالظبط، يعني الكتله اللي نتجت من انقسام الزيجوت اتعاملنا معاها كانها بطاطسايه وقطعناها لحتت مختلفه. طيب هذه العمليه ممكن تتم داخل بطن الام، ممكن تتم داخل بطن الام، ويعتبر هذا تكاثر خضري فيجيتاتيف ريبرودكشن وليس سيكشوال ريبرودكشن. وانا عايزكم تبصوا على السلايد دي. دي حالة على فكرة واحدة سيدة مصرية عمرها 30 سنة، دي من ايام بسيطة بس، يعني سنة احنا دلوقتي في ابريل 2000 او دخلنا دلوقتي في مايو 2013، اول مايو 2013. الحالة دي لسه من ايام، دي ست 30 سنة مصرية ولدت ست عيال، ست أطفال. يبقى الرحم ممكن يشيل ست أطفال مع بعض. ده مش ست أطفال وبس، لو بصيتوا للسلايد اللي جاية دي هتفاجئوا بحالة 8 أطفال كانوا في بطن أم واحدة، والـ8 اتولدوا في نفس الوقت، يعني في يعني كان الدليفري في المستشفى طبعا عن طريق عملية سيزيريان، وتم ولادة الـ8 والـ8 أحياء على فكرة لغاية النهاردة. يعني هذه الـ8 يعتبروا أوكتيوبليت. احنا قلنا اللي فاتت كانت حالة من السكس يعني ستة، فيسموها هيكسا بليتس بقى، مش اوكتيو بليت، هيكسا بليت اللي هي الست المصرية. الست دي ست امريكانية على فكرة اسمها نادية سليمان، ونادية سليمان دي على فكرة لها اصول عراقية. السلايد اللي جاية دي هتوري لك الست دي وهي قاعدة، وعملت فصلوا لها ترابيزة مخصوصة بـ8 اماكن عشان الاطفال تقعد فيها اللي هم الاكتوبليتس، وهي خلفت 4 اولاد يعني بويز يعني، و2 جيرلز يعني كان 4 ذكور و2 من الاناث، وكانت شايلاهم في بطن واحده. طبعا الست دي معروفه في امريكا، هي عايشه في امريكا في كاليفورنيا، وحتى بيسموها في الاعلام الاكتومام. الأكتومام يعني الأم الـ8. والأكذوبة اللي بيكلموا فيها يقول لك أمريكا وأوروبا بلد الحريات، ولا حريات ولا حاجة. يعني الست دي عملوا مظاهرات ضدها، ولدرجة وصل بواحد من المعترضين إن خد كرسي أطفال وراح ضربه في إزاز العربية بتاعها، العربية التويوتا بتاعتها، في ظهر العربية من ورا اعتراضا، وكانوا بيتظاهروا قدام بيتها عشان جابت 8 أطفال، لأن بيعتبروا أن ده تحميل للضرائب بتاعتهم، لأن هتاخد إعانة من الحكومة من الضرائب اللي هم بيدفعوها علشان تربي العيال دي. فحرية الإنجاب اللي المفروض إحدى حقوق الإنسان، فين أين حقوق الإنسان في الحالة دي؟ إنما كان هناك اعتراض وتعرضت لبعض المشاكل. هي في الواقع الست دي كانت بتخضع للإنفيترو فيرتلايزيشن تكنيك، اللي هو طريقة إخصاب الأطفال في أنابيب الاختبار، ودي مشهورة يعني، كثير من الناس اللي هم اتأخر عندهم الإنجاب، اتنين متجوزين من فترة وما بينجبوش، بيروحوا بعض العيادات
بياخدوا الحيوانات المنويه من الراجل ويستنوا البويضه، لان الست بتنزل بويضه مره، بويضه واحده كل شهر. اي واحده ست عندها تو اوفريز، مبيضين في تجويف البطن جوه، المبيض ينزل بويضه واحده النهار الشهر ده ويريح الشهر اللي جاي، والمبيض الاوفر الثاني ينزل بويضه الشهر اللي بعديه، وهكذا يتبادلوا تنزيل البويضات. احيانا بتبقى الحيوانات المنويه عند الراجل كميتها قليله، فما بيحصلش الاخصاب بسهوله، فبتروح العيادات دي، فبيحقنوا الست بعض الهرمونات اللي بتشجع، والمواد الكيميائيه اللي بتشجع على عمليه الاوفيوليشن اللي هو التبويض، فتطلع بويضات كتير. يقوموا ياخدوا البويضات دي وياخدوا الحيوانات المنوية للراجل ويحطوهم على بعض عشان يعملوا عملية الإخصاب. ولما طبعا بياخدوا من الراجل اللي هو الزوج يعني، فلما يعملوا عملية الإخصاب خارج الرحم بيسموه انفيترو فيرتلايزيشن، الإخصاب خارج الرحم، يعملوا خارج الجسم يعني. بعد ما الإخصاب يتم والزيجوت يتكون ويبدأ ينقسم خليتين بتاع أربعة، يروح واخدينه على طول وحاطينه في رحم الأم، يقوم ايه يحصل له امبلانتيشن، يعني ينغرز في جدار الرحم في مكان الاندوميتريوم اللي هو البليسنتا، والست تحمل. ولذلك الراجل الطبيب اللي كان بيتعامل معاها، على فكرة البورد اللي هو مجلس الاطباء الخاص بالاخصاب في الولايات المتحدة لغى الترخيص بتاع الطبيب اللي كان بيتعامل معاها، لانه عمل يعني اوفيوليشن بكميه كبيره، وخد 8 بويضات واخصبهم ب8 حيوانات منويه وحطهم في رحم الست، فالست حملت. طبعا الفحص بقى اثناء عمليه الحمل او البريجننسي لما بطن الست كبرت، ابتدوا يفحصوا بالاشعه فلقوا 8 اطفال. طبعا 8 اطفال ده تو ماتش او تو ماني يعني، فطبعا انما هي وافقت على انها تحافظ على الثمانية، وهي كانت مخلفة 6 عيال قبل كده، فبقى 6 و8 يبقى 14 عيل عندها. وعلى فكرة الستة اللي قبل كده برضو مخلفاهم بالانفيترو فيرتلايزيشن اللي هو بيسموها الاي في اف انفيترو فيرتلايزيشن. وعلى فكرة الغوا الترخيص بتاع ممارسة المهنة لهذا الطبيب. المهم انا لقيت ان القصة دي شيقة، فقلت اوريها لكم عشان اوريكم قد ايه بطن الام او الرحم يتحمل حمل عدد كبير من الاطفال. طيب اذا كان هذا هو الوضع يعني، وان عدد الاطفال بالعدد الكبير ده، هل ده اكبر عدد ممكن رحم الام يشيله، او اكبر عدد من الاطفال تم الحمل بيه؟ في الواقع الكلام ده مش صح. في واحدة اسمها مارجريت هينبرغ، ومارجريت هينبرغ هذه السيدة سيدة في استراليا اعتقد، ووجدوا في الرحم بتاعها في حمل واحد 365 عيل. 300 طبعا بالتاكيد العيل ايه دول نزلوا ميتين، وكان العيل يمكن قد صبع الكفته يعني. فانما بتكلم على عدد الاجنه اللي ممكن، ده معناه 365 معناها ايه؟ معناها كان عملت اوفيوليشن ل 365 بويضه، وانها تم اخصاب ال 365 بويضه بحيوانات منويه، فتكون 365 زيجوت، والزيجوت انقسمت واتحطت في الرحم وانتجت هذا العدد الرهيب يعني. طيب هل ممكن ان احنا نعمل التكاثر الخضري ده في الانسان؟ طبعا هذا كلام بهراء، انما هو بيحدث طبيعي. انتاج الايدنتيكال توينز ما هو الا فيجيتيتيف ريبرودكشن، تكاثر خضري زي ما اثبتنا دلوقتي. بس هل ممكن نستفيد بيه فعلا؟ انا من اكتر من 30 سنه جاء استاذ بريطاني متخصص في اكسار الجاموس
باستخدام التكاثر الحضري للأجنة. وعطى محاضرة، المحاضرة دي أثارت عندي كثير من الاهتمام بهذا الموضوع، وكانت شيقة جدا. يعني من مدة كبيرة هم بيستعملوا هذا التكنيك مع الجاموس. الجاموس طبعا انت عارف حيوان الجاموس، الجاموسة ده نموذج للحيوان. فبيعملوا ايه؟ بيحقنوا الجاموسة ببعض لما يلاقوا جاموسة يعني صحتها كويسة، فيها صفات انتاجية عالية، كمية العضلات اللي شايلاها كبيرة، كمية انتاج اللبن كتير، يعني فيها من الجلد بتاعها جلد جيد، عشان بعد ما بتتذبح ويتسلخ الجلد بيستعملوه في صناعة الأحذية والشنط وحاجات زي كده. ففي صفات انتاجية كويسة في الحيوان، فلما يلاقوا ان جاموسة فيها صفات كويسة جدا عايزين يكتروا منها. فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا جاموسة اللي فيها صفات كويسة، ويجيبوا جاموسة انثى، ويجيبوا جاموسة ذكر، الاثنين فيهم صفات كويسة جدا جدا، فيجوزوهم مع بعض، فالزيجوتس اللي هتتكون بالتأكيد هتبقى جيدة. فلما يتكون الزيجوت وينقسم ويدي لك الكتلة بتاعة الخلايا اللي قلنا عليها، بيغسلوا اليوترس، اليوترس اللي هو الرحم بتاع الانثى، بعد ما الزيجوت يكون انقسم وعطى شوية خلايا قليلة، ويروحوا مطلعين نواتج الشطيف، الشطف بتاع الرحم، ويحطوه في طبق بتري، ويبتدوا ياخدوا الأجنة اللي عمالة لسه صغيرة بتتضاعف، ويعملوا لها، يستعملوا تكنيك اسمه امبريو سبليتنج اللي هو تقسيم الجنين. ياخدوا الكتلة من الخلايا اللي عاملة زي البطاطساية دي، ويقطعوها الحتت كأنها بطاطساية بالظبط، فتتكون كتل عديدة. يروحوا مدخلينها تاني في رحم الجاموسة، فيحصل لها امبلانتيشن او تتزرع في الاندومتريوم اللي هي مكان المشيمة، والجاموسة تحمل في عدد كبير من الحيوانات كلها ايدنتيكال لبعضهم، وبالتالي تعتبر ايدنتيكال توينز، او نقدر نقول عليها مونوزايجوتيك توينز، وبالتالي هيدي لك ناتج نواتج كتيرة كلها صفاتها الانتاجية كويسة. وبتبقى بهذه الطريقة يبقى انا ممكن اكاثر الجاموس اللي هو ذات جودة انتاجية كويسة. انما لو خدت الاطفال اللي ناتجين من التكاثر الجنسي العادي، اللي هم الافراد الناتج التكاثر الجنسي العادي، هيبقوا مختلفين عن بعض. ممكن تلاقي يطلع لك حيوان هزيل ملهوش قيمة اقتصادية زي الاب او الام. انما التكاثر الخضري اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي هو بيسموه الامبريو سبليتنج، ده التكاثر طبعا هيبقى ضامن ان كل النسخ اللي ناتجه نسخ جيده الانتاج، ويبقى بالطريقه دي كترنا الحيوان. التكنيك ده مستعمل في الجاموس والابقار وغيره من الحيوانات، تكنيك طبيعي يعرفوه الجماعه بتوع الطب البيطري. يعني أنا بشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم للبرنامج، ونتمنى إن شاء الله نقابلكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.